هو هنيدي راحت عليه؟ فاكرين لما هنيدي كان بيتربى على عرش الكوميديا في مصر؟ مين ينسى صعيدي في الجامعة الأمريكية اللي عمل أعلى الإيرادات في السينما المصرية؟ يا علي ده أنا قلت لك حريم؟ لا حريم لا. بس دلوقتي الناس بتسأل، هو هنيدي راحت عليه؟ هنيدي بدأ مشواره في التسعينات وكان ليه دور صغير في اسكندرية كمان وكمان مع يوسف شاهين، بعد كده شارك في فيلم الهروب مع أحمد زكي. بس النقلة الكبيرة كانت سنة 89 في فيلم صعيدي في الجامعة الأمريكية اللي حقق نجاح كبير وأثبت مكانه في السينما. بعد صعيدي هنيدي قدم سلسلة أفلام ناجحة زي همام في أمستردام وجاءنا البيان التالي وفول الصين العظيم، كل فيلم من دول كان بيحقق نجاح أكبر من اللي قبله، لحد ما بقى هنيدي نجم الكوميديا الأول والناس ابتدت تقول عليه ضحكة مصر. أي نعم هو بعد كده بقى سعودي مش مصري وتغير تماما، لكن ده ما يمنعش إنه فعلا كان ضحكة مصر. لكن من بعد 2009 الأمور بدأت تتغير، الأفلام اللي كان بيقدمها بقت مش بنفس قوة الأعمال اللي عملها قبل كده، والجمهور بدأ يحس إن الأدوار اللي بيلعبها بقت متشابهة ومتكررة. حتى أفلام زي عنتر ابن 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 شداد والإنس والنمس ما حققتش نفس النجاح اللي كان متوقعه. ليه؟ لأن هنيدي ركز على نوع واحد من الأدوار الكوميدية وما حاولش يخرج من منطقة الكومفورت زون بتاعته، ده خلى الجمهور يحس بالملل وما بقاش يستنى أفلامه بنفس الشغف. وهنيدي لو عايز يرجع لمكانته الأولى محتاج يغير من نفسه ويجرب أدوار جديدة ويشتغل مع مخرجين مختلفين، أصل الجمهور بيحب التنوع والتجديد وده اللي هنيدي لازم يعمله. ما ينفعش يا عم هنيدي تفضل تعمل افلام بتظهر فيها بشخصيه واحد صغير والبنات بتجري وراه وبتحبه، او حتى دور شاب في بدايه حياته ولسه بيحقق ذاته ونجاحاته. انت يا بيه معدي الستين يعني مش صغير، الناس خلاص زهقت من فكره انك تلعب ادوار الشاب اللي بيجري ورا حبيبته، وكمان زهقت من السيناريوهات المتكرره، ده غير كمان الافيهات اللي عماله تتكرر في كتير من افلامه. فايه بقى بجد، مش نختار ادوارنا بشكل كويس؟ ده انت كنت ضحكه مصر الاولى، دلوقتي بقيت واحد منسي وافلامك ما بتنجحش زيك زي محمد سعد اللي برضه ضيع نفسه واهدر موهبة. ويا ريت كمان تسيبك من السوشيال ميديا اللي انت مركز معاها اكتر ما انت مركز مع السينما والتلفزيون، اللي الناس بتحب تشوفك فيهم اكتر ما بتحب تشوفك في بوست على فيسبوك او تويتر على تويتر او في لايف على تيك توك. من الاخر محمد هنيدي موهبه كبيره ومشوار طويل من النجاح، بس محتاج ياخد خطوه جديده ويغير من نفسه علشان يقدر يرجع يتربع على عرش الكوميديا من تاني.